جبته انا وراكم وراكم جبته طبعا من بدايه بحكي لكم هذا كلياته كذب اكيد ما في عقل بيصدق هذا الحكي اللي هم يعني عم بيسووه كلياته فوتوشوب كلياته فيك كلياته كذب فهي عندنا هون الستيك تبعته المفروض انه نفتحها اوكي بهالشكل كل شيء مكتوب بالصيني فانا مش فاهمه شو لازم اسوي بس المفروض انه هاي تنحط على الاماكن اللي فيها مسامات مثلا هون ونستنى شوي صلنا تقريبا 10 دقائق ما في اي شيء خلينا نمسح ونشوف طبعا ما في اي شيء يا جماعة كله كذب هاد كله فوتوشوب ما في اي شيء This is not a foundation. This literally corrects your redness. اوكي بنات زي ما انتم شفتوا هي استعملت هاد الكريم من براند اسمها دكتور جارت هذا انا بس لقيته بامازون المفروض انه هذا عباره عن كريم لونه اخضر زي ما انتم شايفين بتحطوه على بشرتكم بعديها بيخفي معظم العيوب الموجوده ببشرتكم سواء حمار تصبغات اي شيء مش فاونديشن خلينا نجربه نفس ما قلت لكم هو لونه اخضر راح احطه على جهه واحده بس من وجهي خلينا نشوف الفرق اوكي خلينا ندمج المفروض لما ندمجه يتحول للون بشرتنا اوكي شايفين كيف تحول للون البشرة شوفوا شوفوا هون قبل هون بعد شايفين الفرق شايفين الفرق بصراحة هو كتير ممتاز للاستعمال البنت هاي قاعدة عم تسألني شو الفرق بين التنت وبين البلاشر الكريمي هلا رح اخبرك اول شيء خلينا نبدا بالقوام شايفه كيف قوام التنت كانه مي كتير كتير بيكون خفيف اما بالنسبه للبلاشر الكريمي شايفين كيف بيكون اتقل شوي بس نيجي نحط التنت على الخدود شايفين كيف بيكون كانه مي شايفين كيف قاعد عم يوقع بس احطه على خدودي بيكون كتير ناعم وما بيحتاج انه انا اثبته بعدين بباودر شايفين كيف بيكون شكله كتير كتير طبيعي شايفين بس لما اجي انا واحط البلاشر الكريمي شوفوا كيف كتير قوي بيكون عبارة كأنه كريم فاهمين؟ يعني كأنه زي قوام الفاونديشن بس ملون شايفين كيف كتير تقيل ولازم يتثبت بعديها بباودر لازم ما بصير ينحط فوق الباودر عشان ما يكلكع ويتثبت بعديها بباودر عشان يضل شوفوا خليني أدمجه شفتوا الفرق؟ هذا أقوى بكتير هذا طبيعي لو في عندك مشكلة انه رموشك ما بتضلها ثابتة لفوق وحتى بعد ما تحطي عليها مسكرة بعد شوي الرموش بترجع تنزل ولا كأنك حاطة شي فيه عندي لك حل كتير سهل الحل هو انه انت تستخدمي مسكرة ووتر بروف خليني افرجيكم هلأ رح احط على هاي العين مسكرة عادية وعلى هاي العين مسكرة ووتر بروف وخلينا نشوف الفرق وقبل ما تحكوا اي شي المسكرتين نفس الشي بالضبط بس واحدة ووتر بروف واحدة لا اول شي راح اكرل ماي لاشز بالعينتين بعدها راح احط المسكرة العادية على هالعين وهون هحط من المسكرة الووتر بروف صحيح يا جماعة ووتر بروف يعني ضد المي أصلا شوفوا من أولها كيف الفرق خلينا نكمل صار لي 10 دقايق من لما حطيت المسكرة هلا الساعة 10:30 شايفين الفرق خلينا نشوف بعد شوي وهيك بعد ما مرت كمان ربع ساعة أكيد طبعاً الأيلاينر اللي أنا بستخدمه هو هذا من بنفيت كتير بحبه لأنه شوفوا كيف كتير دقيق بالرسم وكتير سهل اول شيء بسويه هو اني انا بمشي على امتداد الجفن السفلي وبرسم خط ويكون مايل لتحت ما بدي ارفعه لفوق عشان يسحب عيني بعدها بجيب الخط بوصله بس لطرف عيني بهالشكل بتاكد انه الفراغات انملت برجع على المدمع ما برسم بوز بس مجرد نقطه بس شايفين الفرق؟ خليني ارسم التانية واجيكم وهيك خلصنا بيقولوا انه لو خلطنا 4 الوان اللي هما ازرق احمر اصفر ابيض على بشرتنا ودمجناهم مع بعض على طول بيتحولوا لفاونديشن على لون البشرة فخلينا نجرب انا رح ابدا باللون الابيض المفروض انه انا اكتر ابيض لانه انا فاتحة على اللون الاصفر صراحة مش عارفة قدي لازم احط خلي اجي على اللون الازرق بدنا نجي على اخر لون اللي هو الاحمر ما رح اكتر احمر لانه انا ما بحب الفاونديشن تبعي يكون على بينك كتير بحب يكون على اصفر اكتر يلا نبلش
اوكي بقع تقريبا. لما حطيت سبراي على الفرشة حاسة انه زبط. او ماي جاد شوفوا شفايفي. شوفوا بشرتي. ظبطت. اهلا اهلا. كثير طلبتوا مني انه انا اجرب هاي الماسكارا كثير. خلينا نجربها. هاي ماسكارا سكاي هاي اللي كثير انشهرت على تيك توك من ميبيلين. مبدئيا شكل فرشتها هيك. انا بعشق الماسكارات اللي هيك، ما بحب ابدا الفرش الكبيره، بحب الفرش اللي بتكون نفس هيك قصيره ورفيعه. يلا بسم الله. شكلي ححبك. لا انا عن جد شكلي ححبك. بنات شوفوا هاي لسه وان كوت. خليني احط كوت تانية. ححط على الرموش اللي تحت. او ماي جاد بنات شوفوا رموشي. رح ابكي رح ابكي. الماسكارا بتجنن. شفتوا كيف دايما بتظلموني بتقولوا انتي ما عندك رموش عشان هيك ما في ماسكارا بتزبط معك. الماسكارا حلوة. اخيرا لقيتها، كتير دورت عليها. خلينا نجربها. اول شي بس خليني اشيل الروج من شفايفي. اوكي هذا هو حجم شفايفي الطبيعي. خليني رح احط الجلوس على نص شفايفي بس عشان نعرف نقارن منيح. مرة دقيقة مو حاسة باي شي لسه. مرة دقيقتين انا عم بحس بغزغزة مو طبيعية، بس يعني لهلأ مو حاسة انه في شي تغير. مر تقريبا 5 دقايق وكتير بيحرقني كتير. انا ملاحظة انه في تغير. انتو شو رايكم؟ خلينا نكمل. او ماي جاد شوف حتى لما اضحك هاي الشفة مرتفعة اكتر من هاي. نار 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 شفايفي نار. وهلأ مرت 10 دقايق. شوفوا يا بنات شوفوا الفرق. شفايفي نار بس شوفوا قدي كبروا. انا اكتر انسانة بالدنيا بتكره انه هي تشتري فاونديشن او كونسيلر اونلاين، لانه دايما بغلط بالشيب تبعي او بالدرجة تبعتي. بس واخيرا لقيت شغلة كتير كتير فادتني ودايما صارت تصيب معي. الحل هو موقع اسمه فاونديشن. هذا هو اسم الموقع. الحلو بالموقع هذا هو انه انا مثلا انا بستخدم درجة معينة من فاونديشن برجوة، بحط الدرجة هاي وهو بصير بيطلع لي الدرجات المتشابهة من البراندز التانية. شوفوا كيف اول شيء بيطلبوا منكم انه انتم تحطوا البراند تبع الفاونديشن اللي انتم هلا قاعدين عم تستخدموه. انا مثلا حطيت برجوة، هلا تحت رح احط شو نوع الفاونديشن اللي انا بستخدمه من برجوة، لانه في عندهم كذا نوع. انا بستخدم هيلثي ميكس. حطيت انه انا بستخدم هيلثي ميكس. هلا هون بدي احط الدرجة اللي انا بستخدمها. انا بستخدم 52 فانيلا. بعديها هون بيسالني لو مثلا انا في عندي فاونديشن ثاني حابه انه انا اضيفه عشان يتاكد من الدرجة. اذا عندكم حطوا، اذا ما عندكم عادي. بس خلصنا طلع لي كل هدول الفاونديشنز مناسبين للون بشرتي. يمكن لو سألتوني كمان 10 سنين شو أحلى بلاشرات عندك، ستيل رح أحكي لكم بلاشرات نايس. أحلى ليكويد بلاشرز موجودة بالعالم. خليني أفرجيكم. أول شي هاي الدرجة هي المفضلة عندي، اسمها توريد. بأخذ منها نقطة. هاي كتير هاي كتير. رح أخذ منها شوي أحطها على خدودي. شوفوا لما ادمجهم بالبلاشر وثابتين بشكل، شوفوا الجمال. قلت لكم انا كترت، لازم نقطة لانه كتير قوايا. شوفوا شوفوا الجمال. احلى بلاشرات في العالم. اوكي انا عامله مايكرو الحواجبي من قبل وتكلمت عنه، بس يعني كتير خف. اوكي فلا رح افرجيكي كيف بخلي حواجبي من هيك لهيك. اول شيء بمشط حواجبي بهالطريقه. بستخدم هذا القلم من بنفيت بريسايسلي، ما بستخدم غيره كتير بحبه عشان كتير نحيف وثابت وبيرسم شعره. فبجي برسم حواجبي من تحت. بحب انه هي تكون ستريت، ما بحب الكسره هاي، وبطولهم. هالشي بيعطي عرض لوجهي اكثر. بملي شوي الفراغات بهالشكل. بعديها برسم شعرة من قدام وبدمج. ضروري ادمج. حاولوا انتو تملوا الحواجب، تتركوا شوية فراغات عشان بيعطي شكل طبيعي اكتر وانعم للوجه. الخطوة هاي كتير مهمة. بجي مسكرة الحواجب، بمسكر حواجبي بهالشكل، وقبل ما تنشف بضغطها هيك لجوا. وهذا الشكل النهائي.
شخصيا انا كتير بحب المويستر سيرج 100 اور تبع كلينيكي، كتير كتير بحبه، هذا المفضل بالنسبة لي. حاليا ما عم بستخدم غيره. الفيديو هذا مش اعلان باي ذا واي، بس لانه فعلا فعلا كتير حبيته. المميز فيه انه هو بضل يرطب البشرة لمدة 100 ساعة، يعني حتى بعد مثلا ما تتوضي استيل بضل يرطب بالبشرة. في هايلورونيك اسيد، في خميرة الصبار، بس تحطيه بخلال نص ساعة بينزل لعاشر طبقة من طبقات الجلد، ببلش يرطب فيها. كتير كتير بحبه، كتير بستخدمه، يعني كذا استخدام، بحطه على جلد أظافري، اللي حوالين أظافري، على مثلا الركب، الأكواع، أي منطقة ناشفة بجسمي بدي أرطبها، على بشرتي تحت الميك اب، فوق الميك اب كماسك. كتير كتير بحبه. وكمان اللي بحبه ببرودكتس كلينيك انه هم يعني مناسبين لجميع انواع البشره، لانه ما بيحطوا فيها عطور وبيسوي لها اختبار حساسيه من قبل، يعني حتى البشره الحساسه فيها تستخدمه. بصراحه هذا التوب توب توب عندي هالفتره، كتير بحبه.